الله يديك العافية يا باشمهندس. الله يبارك فيك، الله يكرمك. لما هي يا أخي البامية أرباحها عالية خالص كده، ليه ما نزودوش المساحات ونزرع مثلا كده مثلا 50 فدان 100 فدان؟ الباميه من الحاجات اللي ما نقدرش نتوسع فيها مساحات كبيره، يعني مش زي الطماطم. الطماطم مثلا لو احنا مثلا هنشتغل تصدير في الطماطم وكلام زي كده، اذا كان تجفيف او صلصه ممكن نزرع 1000 2000 10000 فدان، مفيش مشكله فيها، مفيش اي مشكله فيهم. لكن الباميه مرتبطه بموضوع الجمع، موضوع الجمع بتاعها صعب، فتحتاج عماله كبيره، ودي بتكلف يعني تعتبر 50% من التكلفة بتاعت البامية. يعني ده غير المشاكل التانية، إن أي خطأ في المتابعة بيضيع معاك الزرع وبيعمل معاك خسائر، يعني فمحدش يقدر يتوسع فيها. طب أقصى يعني مساحة زرعتها يا باشمهندس؟ تقريبا 15 فدان. 15 فدان. مش أنا اللي زرعتها، يعني أنا شاهدت أحد الزملاء يعني كان زرعها يعني. طب يعني أكيد أرباح كانت عالية خالص. لا، ده كانت فيها خسائر للأسف يعني. ورغم إن كان السوق يعني كويس يعني. طب إيه أسباب الخسائر يا أخي؟ الخسائر السبب الرئيسي كان فيها موضوع العمالة. العمالة طبعا مساحة كبيرة زي كده، فاحتاج عمالة، من عمالة مدربة وغير مدربة، وليها معرفة أو ليها خبرة أو ملهاش خبرة. فالأغلبية بيكون ماليش خبرة. أول حاجة الكمية المنتجة، الكمية اللي يقدر يجنيها العامل أو النفر قليلة. طريقة الجنية بيفوت وراه وما بيقدرش يخلص المساحة المطلوبة. كل الكلام ده عمل إيه؟ خسائر في درجة، مثلا كانت التكلفة تصل لتعدي 60% في السعر العالي. في السعر العالي تصل التكلفة 60%، احنا مفترض في السعر العالي ما تعديش 25% أو 20%. في السعر العالي توصل 60%، مع ذلك لما السعر يقل دي هتعدي 100%، دي هيبقى الانفار اكتر من اللي احنا بنبيعه. فاهمني؟ طب هو العامل في العاده يجني كتير يا اخي؟ على حسب الزرع والحمل بتاعه والمجموع الخضري بتاعه. يعني مثلا في الجبل مثلا المجموع الخضري بيبقى قليل، فالزرع مكشوف، فالنفر يقدر يجني او يقدر يشوف بسهوله، لان هي عمليتين، عمليه اللي هو القطف نفسه وعمليه البحث عن ال فمحتاج لعمليتين. لو هو زرع مكشوف فعمليه البحث بتبقى ايه؟ اسهل، تاخد وقت اقل. ما بقدرش معاه غير قطف بس. لكن في الاراضي السوداء مثلا بيبقى مجموع خضري كبير، فالجرم الداري مضطر يلف وينزل ويلفلف ويقلب، فبتاخد مني وقت، عمليه البحث بتاخد وقت اكتر. يعني المتوسط كده يجمع كام كيلو حوالي؟ وهو نقول في قمة الإنتاج والكلام ده كله، يدينا حوالي 10 كيلو في الساعة. 10 كيلو في الساعة. في طيب ماشي. الحجم المتوسط أو الحجم الكبير. تمام، يبقى العمالة يعني أحد أسباب الخسائر كانت في المساحة الكبيرة دي. أيوة، اللي هي 15 فدان. أيوة بالظبط. في حاجات تانية برضو في سبب الخسائر دي، أسباب تانية كانت في سبب الخسائر الخسائر، يعني؟ بس مش هي الرئيسية يعني. أسباب تانية كانت يعني حاجات تقنية رفيعة كده يعني في الزراعة، يعني كانت ممكن تحسن الإنتاج يعني منها التجاوي بتاعة الصنف، وإذا كان مبكر أو متأخر أو يعني كثافة الإنتاج بتاعتها، الإنتاجية بتاعتها بتأثر. طريقة الزراعة نفسها، إذا كان تنقيط أو غمر، لأن التنقيط مثلا في البرد ما بينتجش قوي، الغمر بينتج. الكلام ده كله يعني الصنف وكثافة النباتات برضو لها عامل برضو مؤثر. يعني مهمة كثافة النباتات؟ مهمة. انت بتتكلم ساعة، عشان زي ما قلنا احنا مرتبطين بسوق، فانت تعرف نفسك اخرك امتى واولك امتى يعني. في الحاجات الفنيه اللي هنقول لك، الفنيه اللي هي يعني اللي هم شغالين في المجال بقى يعرفوها كويس يعني. ودي مهمه، يعني بتفرق اضعاف. زرع خفيف من زرع تقيل يفرق ضعف او اكثر. عيد انتاج اكتر يعني؟ ينتج انتاج اكتر في الوقت البدري، في الوقت لما يكون سعر البامية غالي. حاجه تاني، انت الميعاد، يعني لو انت عرفت تجيب، لو انت جبتها قبلها باسبوعين تفرق برضه بتفرق اضعاف. كل دي عوامل تبدو صغيره بالنسبه للانسان اللي شغال في الباميه جديد مثلا، لكن اللي درسها وحسبها
يعرف انها فيها فروق جامده يعني. بيهتم بيها. طب باشمهندس يعني اقصى مساحه انا ممكن يعني حد يزرعها هنا عندنا؟ لا هو مش مرتبطه بالشخص نفسه، انت عندك فريق قد ايه؟ الفريق اللي عندك قد ايه تقدر تشتغل بيها؟ الناس يعني انت تجهز فريقك للباميه قبل ما تزرع؟ ده انت مش، لا ده انت فريقك كنت اتعاملت معاه قبل كده. انت هتجيب ناس كتير، هتجيب ناس كتير، هتنجد، هتمشي ده وتقعد ده، ده اتعلم، ده نفع وده ما نفعش. يعني من ضمن مثلا اللي بيحصل مع مع النفر، انت مديله يوميه مثلا وعلى ساعات معينه، هو بيمشي براحته بقى، يقول السله مش عارف ايه وبتاع، يفوت ما يفوتش، ما حدش شايفه يعني. الامور مش مظبوطه، فيش يعني كنترول، حاجه مفيش كنترول عليها او سيطره عليها. طيب لو اديناه بالكيلو مثلا، الكيلو عليه كذا جمع، بيشتغل اكتر وبيطلع انتاج اكتر. بس مشكلته طبعا ان هو بيفوت وراه، يمشي طبعا، ما فيش وقت للبحث، ما فيش وقت انه يبحث ولا لا، القرن اللي شايفه قدامه ويجري عليه. يجري يجري عشان يجمع اكبر عدد من اللي من الثمار. البحث بيلغي البحث خالص. احنا قلنا شقين، البحث ويلقط ويقطف. تمام، قطف البحث. هو بيلغي عمليه البحث. هو على طول يخش يشوف القرن كده بعيونه كده، القرن اللي شايفه ياخده 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 وهو ماشي، يجري 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 عشان يوفر وقت عشان يجمع اكتر. ده طبعا في قرون كتيره وراه. القرون طبعا احنا زي ما قلنا في فيديو قبل كده، ان انك تكون سايب ده هيقلل الانتاج في بعد كده في الباميه يعني. فاحنا قلنا احنا عندنا مثلا اللي هو الكميه اللي بيجنيها النفر، مش هي رقم واحد، عشان ناخد بالنا، مش هي رقم واحد الكميه اللي بيجنيها النفر. رقم واحد عندي ان هو ما يسيبش وراه. رقم اثنين ان هو يخلص المساحه المحدده في الوقت المحدد. يعني 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 الفدان ده المفروض يخلص النهارده، يخلص النهارده، ما ينفعش يتاخر بكره، اتاخر بكره كده انا في ثمار خسرت، هتطلع بره السوق. تمام، وهتراكم عليها ان الفدان اللي بعد منه هيتاخر وهكذا يتاخر. شوف انت المساحه هيتاخر فيها. رقم ثلاثه اللي هو كميه بيجمعها النفر. يبقى الكميه اللي بيجمعها النفر دي رقم ثلاثة، مش رقم واحد، فهمني؟ عشان اقدر امشي في زرعي صح بشكل كويس. في عوامل تانية يعني بتاثر على موضوع الجمع وال يعني في عوامل انت من خلال الزراعه نفسها بتسهل عمليه الجمع. مثلا يعني لو اتكلمنا مثلا ان احنا لو هنزرع في الجبل، الجبل يعني معروف انه بيجني في الشتاء، والشتاء هيسقط ورقه، فالزرع هيبقى مكشوف. فانت في الفتره دي هتعرف تجني يعني النفر، هيبقى انتاجه اعلى بكتير من الزرع اللي هو ذو مجموعه خضراء كبير يعني. طب لو عاوزين يعني ندوا نصيحه خلاصه التجربه دي اللي هي زراعه مساحات كبيره من الباميه، يعني في جمله او في نصيحه كده نقدمها لاي حد عايز يزرع مساحات جامده من الباميه، يعني عاوز ازرع ل 100 فدان مثلا.